يا اهلا بكل حضراتكم مره ثانيه. خلونا دلوقتي نشوف معاكم مجموعه من التمارين البسيطه مع كابتن نهال ثابت وهي مدربه جيم النادي الاهلي فرع مدينه نصر. صباح الخير، صباح التفاؤل، معاكم كابتن نهال من النادي الاهلي فرع مدينه نصر. النهارده هنتكلم على التمرينات خاصه بالجزء اللور، فدي تمرينات للرجلين وتقويتها، بان احنا معظم الوقت بنستخدمها في القعده، في المشي، في حاجات كتير. بس برضو قبل ما نبدا التمرين لازم ان احنا نشتغل، نعمل ورم اب للجسم عشان وسترتش برضو في الاخر عشان ما يحصلش اي افكت على الماسلز، تحصل كرامب او اصابه ليها. فانا اول ما قبل ما ابدا التمرين هعمل اي حركه ان انا هسخن بيها جسمي. ممكن اشتغل ستيب تاتش وانا واقف مكاني. هنا برضو هعد 8 عدات 1 2 3 4 5 6 7، وهعمل 1 مور تاني 1 2 3 4 5 6 7. هي اللاست 1 2 3 4 5 6 7. هعمل في ستاب هنا 1 2 3 4 5 6 7. هي اشتغل مارش في مكاني، هعمل بس تهيئة الجسم كله قبل ما اشتغل، وبعد كده هبدا تمرينات للرجلين خاصه بيها. فانا من هنا هشتغل اول تمرين سايد ليج ريز، من هنا هرفع رجلي فوق وهرجع تاني، رجلي لفوق وهرجع تاني. هنا اهم حاجه وانا شغال جسمي ما يميلش الاتجاه التاني، انا شديت جسمي من هنا وهرفع وانزل تاني 1 2 3 4 5 6 7. هي برضو بين كل تمرين بعمله 3 سيتس، كل سيت 15 عدة، وريح بينهم من 30 ثانية لدقيقة بين كل تمرين. برضو هشتغل الناحية التانية 1 2 3 4 5 6 7 and one more 2 3 4 5 6 7. معانا تاني تمرين هشتغل لونجز، من هنا اشتغل رجلي، اهم حاجه الاثنين مش على خط واحد، رجل قدام ورجل ورا. من هنا هنزل تحت واطلع فوق، هنزل لتحت واطلع فوق. اهم حاجه وانا شغال ركبتي ما تطلعش قدام 1 2 3 4 5 6. هبدل الرجل الثانيه، انا شغال هنا على قدام 1 2 3 4 5 6 7. برضو بريح بين كل تمرين 30 ثانية لدقيقة بين كل عدة. تالت تمرين من هنا، لو حد ادفانتس بقى ادفانس شوية، من هنا هنزل اشتغل جمب سكوات، هنزل زق الورا. اهم حاجة وانا نازل ركبتي ما تعديش مشط رجلي، يعني زق بالهبس الورا. هنا بنزل على قدام واطلع جمب فوق، على قدام وارجع جمب فوق، هنا وزق على ورا كده. يبقى احنا خلصنا تمارين الليجز، الجزء بتاعت الجسم. بس اهم حاجة بعد ما اخلص التمرين لازم اعمل استرتش من هنا عشان ما يحصلش اي كرام او اي مشكله في المفاصل. هنا بزق لفوق واثبت برده 15 ل 20 ثانيه. الناحيه الثانيه اشتغل واثبت من 15 ل 20 ثانيه، تنزل تحت واثبت، شد قدام برده الناحيه الثانيه، هنا خلاص. يبقى احنا كده عملنا استرتش الرجلي علشان ما يحصلش اي حاجه بعد ما خلصنا التمرين. اهم حاجه نكون يا رب نكون افدناكم النهارده وعملنا تمرينات لجزء اللور بتاع الجسم. نشوفكم ان شاء الله في القوات دي.
يعني كم حركه كده سهلين يتعملوا يعني مش صعبين. وزي ما قلت امبارح على موضوع السكواتس ده، لو اتعملت 100 مره في اليوم على فكره مش هتاخد اكتر من 3 دقائق ونص 4 دقائق، بس هي لها تاثير بجد سحري لان هي بتشد كل عضلات وبتعمل تونينج. يعني صعب. مش صعبه خالص. والله صعب انت جدا. جربت على فكره قلت مره من المرات خدتني الجلاله قلت اخد فكره، نزلت عايز اقول لك طلعوني شايلني برابعه. لا يعني يبدو التمرين سهل. ما هو هقول لك على حاجه، احنا زي ما الاخصائيين قالوا لنا احنا طبعا لو حد ما مارس ده قبل كده مش هيعمل 100 اول مره، فمثلا يبتدي ب 20 بعد كده زود شويه 10 وهكذا توصل ل 100 في اليوم، بجد مش هتاخد منك حاجه خالص. لما توصلي ل 100 يعني توصلي للمرحله دي معناها ان انت فعلا فت بالمعنى الحرفي، يعني فتنس حاضره بقوه للنفاع. لا والله صعب جدا، بس انت عشان خلاص واضح ان انت متعوده عليه فخلاص الصعوبه راحت يعني.